ليه عملنا ببعض كل ده؟ تفتكر لو اتكلمنا في اللي فات هنقدر نوصل لحاجة؟ يعني ننساه وكأنه ما حصلش؟ عمرنا ما هننساه، بس ما ينفعش نفضل واقفين قدامه. لازم نبص لبكرة. أنا وصلت لمرحلة يا ملك حاسس فيها إني اتهزيت، مش عارف لو اتنين زينا ممكن يبقى ليهم بكرة بعد كل اللي حصل ده ولا لأ. هتقدر بكرة بتاعك ده يكون من غيري؟ مفيش بكرة يا ملك من غيرك. فايه؟ هي فايه دي بقى هي المشكلة. ملك أنا بحبك ومقدرش أعيش من غيرك، لكن السؤال بتاع فايه ده يعني بيقلقني شوية وبيربكني كده. أنا أكتر منك كمان. فايه؟ نتفق إن اللي عملناه في بعض ده عمره ما هيتكرر تاني أبداً، وإننا هنتفاهم وهنكمل بعض ومش كل واحد يشوف الحكاية من وجهة نظره بس، وإننا هنواجه المشاكل وهنحلها مع بعض. ملك تتجوزيني؟